موضوع اليوم عنوانه 40 صدق محمد إعلام ممدود أو مفتوح. إعلام صدق محمد 40 صدق محمد إعلام مفتوح. سؤالي وسؤالكم، ليش 40؟ ما القضية بال40؟ أطرح هذا السؤال في رباعية فيها 20 كلمة فقط، مع أنه لازم تكون 40 كلمة. ليه؟ لأنه 40 الإمام الحسين. بس هو دكتور سماحة الشيخ نبيل أشار إلى فن الإعجاز في الإيجاز. من فن الإيجاز في الإعجاز ضيافة سأقدمها لكم اليوم، كلمة واحدة من السيدة رقية على حسابها واسمها، أقدم لكم كلمة الفاتحة. الفاتحة كلمة كلكم بتعرفوها صغارا وكبارا، الفاتحة ولا الفاتحة؟ إن هذه الكلمة بلغة رقية وبلغة قاموس علي تساوي حجم القرآن مرتين وثلث. لماذا؟ لأنها ترمز إلى المصطلح الذي بالكلمة الفاتحة. التحة مفردة تعني مثل الثقة، مثل العدة، مثل الهبة. ثقة تعني التحة، تعني الإعجاز في الإيجاز. هلا الفاتحة هذا عنوان سورة بالقرآن الكريم فيها 7 آيات، فاتحة الكتاب. إذا ضربتم 7 في 2000 كم يكون؟ 14,000 آية. هذا كلمة الفاتحة في الأصول إذا حطينا أخذنا السيدي المدمج ووضعناه في أنترنتنا نحن، اللي بيقروا عند رقية وبيفهموا كيف رقية الصغيرة اختصرت الوجود كله ب5 كلمات، يقولون إنا نموت وأنا نموت، ألغت الموت، ألغت الخوف ب5 كلمات. إذا وضعنا هذه الفاتحة، كلمة الفاتحة مع الآيات 7 في الأنترنت المدمج الذي عندنا، بيرجع معنا 14,000 آية. القرآن الكريم 6,236 آية، اقسموا 14,000 آية على 6,000 كذا، بيطلع معكم القرآن مرتين وثلث بكلمة واحدة. عندما نقرأ بحضرة رقية نستطيع أن نحول الكلام، كل 14,000 آية نجعلها ب7 كلمات ثم نجعلها بكلمة واحدة. لكن هذا لهم، هذا علمهم. ليس كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وهذا شيء عظيم، أشهد أن محمدا رسول الله وهذا شيء عظيم، ليس كل من قال هذا صار آل البيت أو صار محمدا وآل محمد. قالت الأعراب، قالت الأعراب آمنا. ماذا قيل للأعراب؟ قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا في رتبة فوق الإسلام اسمها الإيمان، هذا لآل البيت. في رتبة فوق الإيمان اسمها الإحسان، هذا لآل البيت. في رتبة فوق الإحسان اسمها العرفان، هذا لآل البيت. في رتبة فوق العرفان اسمها الوقوف، ورتبة فوق الوقوف اسمها الخطاب الحوار، ورتبة عليا اسمها الذوق التذوق. آل البيت أهل الذوق، محمد وآل محمد أهل الذوق. فإذا شئتم أن تذكروا محمدا وآل محمد جربوا أن تجعلوا التدريب والزيارة موعدا وموئلا ومنهجا للوصول إلى هذه الأمور، حتى لا تخطئوا فهم الدمع، حتى لا تخطئوا فهم الدم. بيلوموا الناس اللي بيضربوا على الرأس أو على القلب أو على الجبين، وهذا من أسرار الطب العظمى. وليس اليوم،
لكلام في 28 من نيسان إن شاء الله في مكتبة الأسد بعنوان اسمه الجمالية في الأدب الحسيني. ما يفوتني اليوم قوله وإن كان ما فاتني شيء إذا وصلكم وأنتم الأزكياء بالحضرة الرقوية، إذا وصلتكم كلمة الفاتحة هذا أمر يكفي، لقد ربحتم قرآنين وثلث القرآن الآخر من كلمة واحدة هي الفاتحة. الفاء الفاء سبعة، سبعة مضروبة بألفين، التحة تعلموها لها الكلمة من وتحة يتل إيتاحا وتحة مثل وعد يعد موعدا وعدة وثق يثق ثقة وميثاقا، تعلموها لها الكلمة بتصير شوية يعني زيادة ست رقي، حلو رائع جدا. إذا واحد زار للست رقي شو عرفنا بجوز تحكي معنا. المهم خذوا الرباعية الآن والتوكل على الله. صلوات على محمد وآل محمد. مرة أخرى تفاوضت مع سماحة السلام، أهلا وسهلا، مو هذا أطفاله زينب أطفاله رقية هون لازم يجوا أطفال. تفاوضت مع سماحة الدكتور الشيخ نبيل حلباوي حول مطلع رباعية، وعرضت عليه في الهاتف ثلاث احتمالات. أكتم الاحتمالين اللذين تركهما واختار الاحتمال الثاني الذي يقول عاش الحسين، عاش الحسين فهل تروق رقية؟ كان ممكن سلم الحسين، كان ممكن سعد الحسين، هو اختار عاش الحسين لأنها أول عاشوراء. وللتذكرة وللتذكرة خذوا أيضا معنى كيف نقرأ كلمة عاشوراء، قلتها بالحج وقلتها بغير الحج. عاش وراء، الوراء كلمة بالقاموس العربي بلسان العرب تعني الصبت ابن البنت، يعني تعني حسين ابن فاطمة الزهراء ابن بنت رسول الله. عاش وراء، عاش وراء، فإذا عاش الحسين هيك. لذلك سيدنا اختار نحن بأربعين الحسين، كيف بدي اشرحها للأربعين؟ هيا إن شاء الله مع الجمالية نشرح سر الأربعين، لماذا الأربعين؟